والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن هذا الفيصل حق الموتى في مسجد الراجحي في الرياض، سأنقل لكم بعض الصور، عسى أن الله ينفعنا بما نرى ويتكون لنا عظة، فكلنا سائرون إلى هذا الدرب، سائرون إليه. هذه طبعا مكان الغسل، يوضع هنا الميت، الله المستعان. هذا أنبوب الماء الذي ينزل عليه ليغسلونه فيه، وهذه السنادة أو آلة الرفع اللي يرفع فيها الجنازة. هذا السرير الذي أثناء التكفين بعد التجهيز من الغسل وكذا، هنا يلبس الكفن. وهذا ما يغطى به الميت من بطانية أو بشت أو مشلح، الله المستعان. اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. الصناديق يوضع فيها الفوط، مشالح، هذا القطن وهذا المقص، أدوات التنظيف، الكافور يضع. يعني يرتديها الذين يغسلون الميت، الله المستعان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. وهذا التبان والله لا أعلم ما هو، ولكن شيء. وهذا المفارش طيب، يطيب فيها مسك أسود ومسك أبيض. التبان اكتشفت أنه الموجود داخل حفائض، أجلكم الله. المسك الذي يوضع مع الميت وكام، الله المستعان. كلنا في غفلة والموت يعدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين وإن كنت تنوح. اغفر وارحم موتانا وموت المسلمين، ولا تفتنا بعدهم يا رب العالمين. الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد يا جماعة، دخلت المغسل حق الأموات على بعد أن استأذنت من العاملين عليه وكذا، فدخلت لوحدي، فالباب يقفل الحالة، يعني الجهاز اللي هو يسمى دفاشة وكذا، فوالله يعلم الله انصابتني رهبة لما أغلق الباب علي. إي والله، لأني كنت منفرد، وكانت الغرفة والمغسل كبير ومظلم، ما عرفت مكان الأنوار، والله إني ارتبكت وتضايقت يعلم الله. فما هي حال من مات على شرك أو على معصية، أو كانت خاتمته خاتمة سوء، أعاذنا الله وإياكم. يا أخوان اعتبروا وارجعوا إلى الله. فوالله اعتبروا، فوالله إني ارتبكت وتضايقت وتمنيت أني لم أدخل حقيقة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الإنسان إن لم يحسب لهذا اليوم أو لهذه الساعة فوالله منه من الضائعين ومن الخسرانين. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ثم أوصيكم ونفسي بالتوحيد والدعوة إليه، فوالله هو النجاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.